بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الطلاق، ولقيت الناس بتقول لي انت ليه بتقلبي علينا المواجع، فقلنا يمكن اللي هنقدر نعمله ان احنا نغير حاجة وتزود في أيامنا حلاوة تحلي أيامنا. لما اتكلمنا على موضوع الطلاق كنا مهتمين جدا ان احنا اول حاجة ان احنا نتجنب الوصول لحالة الطلاق، والحالة التانية اني لو لا قدر الله حصل الطلاق ازاي الطرفين يقدروا يتعافوا منه. ردود الافعال على الحلقه دي كانت كتيره جدا، وكان المجمل بتاعها في طرف ثالث انت ناسياه الا وهما الابناء. ويا اميمه، احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نستمتع بالحياه بعد الطلاق علشان في حاجه في رقبتنا اللي هي الاولاد. وزي ما عودتكم دايما، ضيوفي دايما بيبقوا من قلب الحياه، أصحاب المشاكل الحقيقية اللي هم أكتر ناس يعرفوا يتكلموا عنها. قبل ما أرحب بضيوفي أحب أقول لكم إن حق الرد مكفول، والموضوع فيه حيادية تامة، وإن زي ما عرضنا أو زي ما هنعرض إن شاء الله وجهة نظر الزوجات النهاردة، هننتظر من الرجالة إن شاء الله إن هم يتواصلوا معنا الأزواج اللي عندهم مشاكل في الموضوع ده، وإن شاء الله هنعمل حلقة تانية يكون فيها حق الرد مكفول ليهم. خلينا نرحب الأول بضيوفنا في الاستوديو، الاستاذه منى جمال. اهلا بحضرتك. محاميه وام طفلين وام معيله سنجل ماذر برضو. اهلا وسهلا. اهلا استاذه هديل عبد الجواد. اهلا وسهلا. منسقه ملابس. ايوه. وام ولدين برضو. اهلا وسهلا. خلينا نبدا معاكي يا منى الاول. منى، احكي لي الموضوع معاكي، موضوع الانفصال تم بعد فتره زواج قد ايه؟ انا اتجوزت اقل من سنتين، تزوجت بسرعه، يعني اتجوزت بسرعه وتزوجت سنتين، وحصل الانفصال بعد سنتين لظروف ما كتير، يعني منها تدخل الاهل. استاذه منى معلش، اتجوزتي قد ايه؟ اقل من سنتين، يعني اتجوزت في اول 2014، في اخر 2015 كنت منفصله، يعني سنتين. حدود سنتين تمام. بس في خلال سنتين حصل مشاكل كتير جدا جدا بسبب تدخل اهله، بسبب مشاكل كتير يعني. وبعدين اضطريت ان انا انفصل، حاولنا ننفصل بهدوء طبعا ما ينفعش، فاضطريت ان انا اخد ولادي وامشي وارفع طلاق، لانه ما رضيش يرفع يطلق بالود وكده. طب ده اللي انا كنت عايزه اسالك عليه يا منى، يعني قبل ما نلجا لموضوع المحاكم. تمام. قبل ما نلجا لموضوع المحاكم، انت هل استعنتي بالاهل طبعاً؟ يعني هل خدتوا الطريق ودي؟ هل حاولتوا ان انتوا تتكلموا مع بعض؟ اكتر من مره حاولنا، ما اكتر من مره، ان احنا يا جماعه مش هنعرف نعيش مع بعض بالمعروف كده عشان الولاد، نخرج ويتم النفقه في باتفاق كذا، واحنا هنعمل كذا، وهتشوف الولاد في الوقت اللي انت عايزه، مفيش مشكله، ويبقى في ود كده. طبعا مفيش، والله اكتر من مره، شهر اتنين ما بيبعتش مصاريف لاولاد. طيب خالص. انا هرجع لك يا هديل، انا هرجع، اسفه، هرجع لك يا منى، بس تمام. عايزه اسال استاذه هديل سؤال سريع. استاذه هديل، اللي اعرف ان فتره الزواج عندك كانت فتره طويله، وفتره الانفصال تمت بعد قد ايه؟ 14 سنه، قعدت 14 سنه. طيب برضو نفس السؤال، هل مثلا قبل ما نبدا نتجه لموضوع المحاكم والمشاكل، هل في سعيتي ان الموضوع يكون فيه اي حل ودي؟ هو الطلاق تم بسرعه ومن غير اتفاقات، وللاسف برضو تنصل من موضوع الاولاد، فاضطريت ان انا الجا للمحاكم، وللاسف بقى لي سنين برضو فيها، بقى لي 14 سنه تانيين في المحاكم، وما باخدش اي حقوق ولا بوصل لاي نتيجه، ولادي كبروا ويعني برضو ما خدوش حقوق، والعمر بيجري ليا وليهم. طب خلينا ارجع لك تاني يا منى. منى، كنت بتقولي لي ان انت قعدتي 4 سنين في المحاكم. انا قعدت 5 ولحد الان في المحاكم، يعني المشكله ان النفقه ما بترفعيش بقى ماكل ومسكن لا، كل ما الطفل بيكبر كل ما بيحتاج مصاريف اكتر، في مصاريف دراسيه طبعًا. احنا يعني احنا اللي بنتمناه كله ان كله يبقى في قضيه واحده. طب شكلك تلخصيها في المحاكم بايه؟ ان يعني ما يبقاش في بطء في الدوله. يعني ما يبقاش في الدوره بتاعتك في المحاكم، ما يبقاش في بطء في الدوله، ونجمع نفقات الاولاد كلها في قضيه واحده وتتم بشكل سريع زيها زي الدول الثانيه اللي ممكن يتحكم في اقل من شهر كمان، لكن احنا هنا بناخد ممكن
ممكن شهور وسنين على ما بنحصل على نفقه. رفعتي كم قضيه يا ماما؟ قضايا كتير، بنعمل اجر حضانه واجر مسكن ونفقه ماكل فوق ال10 نفقات علشان نحصل نفقات، وبنحصل بعد شهور كتير قوي. طيب في الفتره الاولانيه نحصلها. في الفتره هو طبعا متفقين ان حصل خلاف خلاص، فما بقاش في ود، فما بقاش في مصاريف والا ما كناش لجأنا. تمام. في الفتره الاوليه على بال ما المحكمه بتحكم لك بتتصرفي ازاي؟ والله يعني عايزه اقول لك الاهل ربنا يخليهم يعني بيقفوا جنبك، يعني لو في فعلا في اهل كويسين جدا بيقفوا جنبك ويسندوكي، خصوصا لما بيكونوا عارفين ان انت على حق، ان انت حاولتي ان انت تقومي البيت ده، ان انت تمشي امورك. وللاسف عامل لك دعم نفسي. بالظبط بالظبط، عشان هم حاولوا كمان معايا كتير قوي ان ما يبقاش في طلاق وكده، بس تم الطلاق يعني تم الطلاق وكده احسن بكتير. بس الاهل برضو ليهم طبعا ليهم دافع كبير قوي قوي، يعني لما بيكون واحده ليها اهل كويسين بيساعدوها كتير قوي لحد ما تحصل على حقها. طبعا يعني اللي انا وصلت له والحقوق اللي انا واخداها كله بفضل ربنا واهلي، ربنا يخليهم ان شاء الله. استاذه هديل 14 سنه في المحاكم. وما وصلتش لحاجه، لان طبعا للاسف في تدليس وفي تزوير وفي حاجات كتير بتتم في النص، لعب طول ما في ورقيات، الحاجات مش ماشيه الكترونيك. فطول ما في ورقيات، طول ما في انا بالورق اللي قدامي فيعني حاجات كتير بتحصل غلط ومفاهيمها غلط ومعلومات بتوصل خاطئه، فبالتالي انت ما بتحصلش على اي حق. هو بقى انا يعني انا بطالب الدوله ان هي زي ما قالت منى كده تنضم القضايا كلها لقضيه واحده، ما اقعدش ارفع في قضايا واتعرض لمحامين والقضاء والمحاكم واضيع العمر في ان انا انزل الصبح بدل ما اهتم باولادي ولا ان انا اشوف شؤوني ولا ان انا اعمل حاجه مفيده، ان انا انزل اروح محاكم. انت كده يعني انا بطالب ان احنا يعني طالما بننمي وبننهض بالدوله نشوف الجانب ده كمان، يعني ده جانب مهم جدا. حياتك في خلال ال 14 سنه دي مع شباب، انت ما شاء الله عندك ولدين. عندي ولدين وانا الحمد لله بشتغل وقمت بيهم الحمد لله، وهم خلاص دلوقتي في الجامعه تقريبا اخر سنه، فالحمد لله هم كويسين جدا ومش ناقصهم حاجه. بس طبعا ده بياخد مني مجهود مضاعف طبعاً. يعني انا تقريبا بقوم بكل الادوار مع تنصل دول الاب تماما يعني من كل حاجه، لا بمراعاه. ان انت تتواصلي معاه او ان يبقى في تواصل مثلا من الاولاد؟ لا هو مش عايز، يعني هو مش عايز، وبالتالي هو وصل للاولاد الشعور ده. انا بسالك على السؤال ده، الاولاد شعورهم خلاص إيه؟ هو طالما حد مش عايز هم خلاص استغنى، هو استغنى فهم استغنوا، مش محتاجين خلاص. وانا الحمد لله حاولت اعوضهم يعني بكل حاجه. يعني انت تخليتي عن دورك، يعني انا الحته اللي تخصك انت كأنثى وعشتي دور الام ام واب وكل حاجه اللي في البيت وصاحبتهم، واحنا اصحاب جدا. ويعني انا تقريبا ابني الكبير بقول له انت جوزي، يعني لان هو بيقوم بدور راجل كويس جدا ومتحمل مسؤوليه الحمد لله، وعنده مثل بقى اهلي يعني الحمد لله، المثل اللي هو يعني قدامه القدوه بتاعته ان هو اهلي بقى يعني. نفس الحكايه برضو دور الاهل. الحمد لله الاهل برضو مساندين جدا، والا ما كنتش صمدت لغايه دلوقتي ان مفيش دور تاني. يعني احنا انت بتقعدي ترفعي مصاريف دلوقتي، لغايه دلوقتي برفع مصاريف مدرسه لاولاد بقالهم 4 سنين في الجامعه. هي دي المشكله. فيعني ده شيء يعني غريب جدا، وانا يعني مش عارفه تلقي اللوم على مين. يعني هو انا يعني اللوم مش عارفه موجه لكذا جهه، فبالتالي احنا عايزين جهه واحده تبقى مسؤوله تتواصلي معاها. بالظبط. قولي لي يا منى، بما انك محاميه اتفضلي، تخصصك ايه؟ تخصصي احوال اسريه جدا واحوال شخصيه وقوانين اسره، لان انا اصلا مريت بالظروف دي ما كنتش لسه محاميه. يعني انا مريت بالظروف دي وكنت بشتغل مع نفسي وكده، ولما لقيت نفسي الحمد لله ماشيه في القضايا بتاعتي كويس جدا وكده، لقيت حبيت ان انا اساعد الناس اللي زيي واشتغل برضو، يبقى شغل وفي نفس الوقت يعني مساعده. يعني خريجه حقوق بس انا خريجه حقوق بس في ما اشتغلتش. لا جبت عندي توينز، جبت توأم فقعدت في البيت فما اشتغلتش. لما مريت بقى بالظروف دي اضطريت ان انا انزل واشتغل، يعني ان انا انزل واشتغل وفي نفس الوقت ايه ده يبقى شغلي، وفي نفس الوقت ان انا دي حياتي اصلا. طب بحكم ان انت محاميه يا منى، دلوقتي في التعديلات، في تعديلات كتيره تمت على قوانين الاحوال الشخصيه، انت استفدتي منها؟ بصي لحد الان لا،
لحد الان لا، لان في قوانين كتير يقول لك احنا عدلنا بس ما بتطبقش، مفيش حاجه بتطبق. يعني احنا دلوقتي كنا بنناقش برضو موضوع ان الحد الاقصى بتاع بنك مصر بيدفع 500 جنيه ده الحد الاقصى، ماكسيموم انت مثلا جالك نفقه 2000. لا معلش ثانيه واحده، الحد الاقصى ده بعد ما يتحكم لك بعد ما بيتحكم ولا؟ لك لو محكوم لك ب 3000 جنيه ما بتعرفيش تنفذي من بنك مصر غير 500 جنيه والباقي هو حد اقصى كده، ان البنك مصر يقول لك احنا بنرجع تاني على الزوج علشان نعرف نحصل منه ويتهرب وما نعرفش، فاحنا بنديكي 500 جنيه زي ما يكونوا ايه يعني حمدي ربنا يعني. مساعده هنقول هنقول ان هي مساعده والله يعني، فهي مساعده يعني بيديكوا ال 500 جنيه وانت ترجعي بالباقي بقى بقضايا تاني علشان تقدري تعملي دعوه حبس ودعوي حبس عشان تعرفي تحصلي على المبلغ وممكن يتهرب. وعايزه اقول لك ان في ازواج بتختار الحبس ولانهاش تدفع النفقات الاولاد يعني بصي هو النقطه دي. طب خلينا نتكلم على موضوع الحبس. انا قريت في التعديل بتاع الماده بيقول ان انت لازم تبلغي الزوج، يعني لازم المحكمه تبلغ الزوج بالنفقه، ولو هو تهرب منها لمده 3 شهور بتبدا ان هي توقف له الخدمات الحكوميه. تمام. بصي هو ده فعلا كان الاول بياخد شهر وما بينزلش على الكمبيوتر، دلوقتي بالرقم القومي، وبمجرد ما انت بترفعي الدعوه الحبس بالرقم القومي بينزل على الكمبيوتر، بحيث ان هو لو قدم في شغل خاص او بقدم في او مر على كمين او اي حاجه بيبقى عارف ان هو عليه قضيه. طبعا تمام. ده القانون الجديد. ارجع لك يا هديل، الحكايه بتاعت الحبس دي ايه رايك فيها؟ والله ما بتتنفسي، ما فيش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي بتنفذ فعليا ما فيش حاجه خالص. ازاي يعني الزوج يعني ما في يعني هو بيتهرب وبيتنصل وعنده لو عنده ناس ممكن تخرجه من القصه بيخرج، وهو بيختار فعلا الحبس انه ما يدفعش. واحد اصلا من الاول متهرب ومتملص متنصل يعني متملص من مسؤوليه ولاده، فانت بيختار طبعا ان عدم الدفع ده خلاص هو تهرب من المسؤوليه تماما. طب انت شايفه الدوله ممكن تحكم النقطه دي ازاي؟ هدي ضروري القوانين دي تتعدل وتتغير تماما، يبقى اولا تبقى كلها في 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 موضوع واحد ويتحكم فيها على طول، والست تاخد حقها تماما والاولاد. يعني ايه معلش حددي يعني ايه تبقى في يعني النفقات والمدارس وكل الحقوق الزوجيه اللي كم ممكن قضية نفقة؟ لا كتير، انت بكل النفقه بكل انواعها، وغير لو مثلا ما فيش مسكن او مثلا اخذ المسكن منهم. انا تعرضت لموقف زي كده، فالاولاد يروحوا فين يعني؟ دي مسؤوليه. هي ممكن تبقى عايشه اصلا في مكان، ففي دوامه دي دوامه ملهاش نهايه يعني، ضروري يبقى لها اول واخر عشان تعرفي اجر المسكن. يا مدام اميمه بتاخد دلوقتي كام؟ بيتحجم لها بكام؟ 300 جنيه اجر مسكن. اجر مسكن ما هو ايه؟ ما هي عشان تجيب نقطه الثغره في القانون اللي بيها ب 300 جنيه. الثغره في القانون في حته ان الدخل بتاع الزوج بيتحدد على الحد الادنى اللي ظاهر للدوله، طبعا بيبقى فيه حاجات تانية حوافز وبيتم فعلا زي ما هديل قالت فيها. كان فاتح بيته ازاي بالمبلغ اللي بيتعرض على القاضي؟ كان فاتح بيته ازاي بالمبلغ الاساسي وليكن 1500 ولا 2000 اللي بيتعرضوا على القاضي؟ كان فاتح بيته ازاي في الاول ومعاه الاولاد؟ انت شايفه يا منى ممكن نتدارك النقطه دي ازاي؟ احنا الدوله لو ما لحقتش الام المعيله، الام فعلا بدات تتخلى عن اولادها. تعمل ايه؟ احنا خلينا بصي خلينا احنا نحدد دلوقتي الدولة. احنا بندور بنقول يعني هديل مثلا اقترحت قالت ان القضيه ان القضايا كلها تتجمع في قضيه واحده عشان كذا حاجه، عشان انا مش مطلوب مني اقعد ارفع في قضايا وادفع واستنزف في فلوس محاميه لمحامين والحاجات كلها يعني الله اعلم هيبقى مصيرها ايه وفي الاخر ما بتتنفسي. طب انا عايزه اسال سؤال، الام اللي ما عندهاش امكانيات ان هي تدفع للمحامين والله بيضيع والاولاد بيضيعوا، هو ده اللي انا بتكلم عنه، ان المجتمع كله كبير جدا. ان مجهود بيتاخد من كل الاطراف، مجهود بدني وعقلي ومعنوي وكل حاجه. الاولاد لما بيدوروا على امهم الصبح بيدوروا يلاقوها راحت المحكمه، يا اما راحت تدور على اكل دي، هو ده مش دورها يعني، هي بتقوم بادوار مش دورها خالص. فهو انا بتكلم بقى ان دور الدوله تساند الام دي ان هي تقف جنبها وتعينها على الشقاء اللي هي بقت فيه، ان هي بتطالب بحقوق مفروض ان هي اصلا بتاخدها. طب من الشق القانوني هرجع لك انت يا منى بالشق القانوني بقى، يعني هنمسك دورك دلوقتي كمحاميه. ايه القانون او ايه نص الماده اللي يقول ان انا اقدر ان انا اوفر على نفس الحاجات دي كلها، او النص اللي الدستور يدعمه مثلا او مجلس الشعب يتبناه؟ هم حاولوا يساعدونا لما حضرتك قلت دلوقتي ان هم ينزلوه على الكمبيوتر بحيث ان هو لو مش موجود هنا يبقى موجود في اماكن تانية مثلا يعرف يجيبوه ويدفع اللي عليه، مفيش مشكله. بس المشكله عندنا في الوقت، احنا عندنا القضيه اصلا على ما بيتحكم فيها تاخد وقت طويل جدا سواء بالنسبه لنا او بالنسبه للموكل لو بيرفعها بشخصه. فاحنا عايزين سرعه شويه، سرعه في الاحكام. الحكم نفسه لما بيتكتب على
ما يطلع ويتنفس بياخد برضه شهور بقى. فكل ده وقت على الام المعيله. الام بتضطر زي ما قلت لحضرتك انها تتنازل عن ولادها على حاجات علشان كتير وعن حاجات طبعا. كتير قوي عشان طيب. ما عندهاش القدره او معنا الامكانيات. معانا استاذ محمد اول مكالمه في الحلقه النهارده. اهلا وسهلا استاذ محمد. صباح النور. زي حضرتك كنت عايز اقول الحمد لله حضرتك بما ان البرنامج بتاعك يعتبر سلاسل ان هو بيبقى الحلقات متعلقه ببعضيها فحضرتك كنت اتكلمت في حلقه من الحلقات عن ان هو في الزواج بيبقى فيه ما بين التكيف والتوافق ما بين الزوجين بالظبط عايزين نوصل ان يعني الاستاذتين اللي عند حضرتك الانفصال ده هل هو قبل الجواز ما كانش فيه تكيف ما فيش توافق ولا يعني احنا دلوقتي بنتكلم في محاكم وحقي والحق والدوله المفروض تجيب لي حقي طب ما هي الدوله اصلا ما انتوا الاثنين اللي اتجوزتوا بعض وانتوا الاثنين المسؤولين على ده طب الطلاق هقول لك على حاجه يا استاذ محمد هقول لك على حاجه انا معايا نموذجين مختلفين تماما في النموذج اللي هو زواج واستمر سنتين وللاسف نتيجه تدخل الاهل يعني انا كنت قاعده مع استاذه منى قبل البرنامج فكانت بتشكر لي في الزوج وكانت بتقول فيه ان هو انسان ملتزم وفي كل الصفات بس للاسف تدخل طرف خارجي. اتكلمت مع الاستاذه هديل. الاستاذه هديل اتجوزت لمده 14 سنه يعني الجواز كان قائم لمده 14 سنه فالظروف احيانا بتحكم بحاجات ما نملكهاش. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ انا بس عايز اقول حاجه ان هو بدل ما احنا بنصرف فلوسنا وبنستنزف فلوسنا على المحاكم وان احنا والاولاد بيه طب ليه ما نحاولش نقرب المواضيع ان هو يعني ما شاء الله القوه اللي عندنا ان احنا نقدر نكافح 14 سنه عشان ناخد حقوقنا ما كانش لو في اسبوعين او ان احنا عندنا نص القوه دي ان احنا نحل المواضيع. على فكره مش لازم نحل المواضيع ان احنا نكون 100% يعني قصه حب عنيفه بس ان احنا نقدر نتعايش مع بعضينا بس احنا في الاول وفي الاخر احنا بشر فالبشر احنا ربنا خلقنا ان احنا يعني نتعايش مع بعض فده كان صعب. اولا اشكرك يا استاذ محمد على مداخلتك الجميله دي بس زي ما بقول لك هي يعني لو كان الحل لو كانوا اكيد الزوجه بالذات لو كانت في اي سبب تتلاشى بيه موضوع الانفصال اكيد كانت تلاشته بس هو للاسف زي ما بيقول لا تاتي الرياح بما تشتهي السفن واحيانا بنوصل لنقطه الدنيا فيها بتقف وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق هو ربنا سبحانه وتعالى اعلم بينا فلو كان عارف ان التواصل بعد كده هيجيب نتيجه كان اتحط يعني اتحط قيود على الطلاق وما يحصلش غير في حالات صعبه قوي لكن ده الحل اللي ربنا سبحانه وتعالى اداه لنا لاستحاله العشره. طيب هديل تحبي تردي على استاذ محمد؟ لا هو بيتكلم في نقطه تانية خالص ان بيسوي الامور اللي هو قبل ما قبل الطلاق احنا بنتكلم عن ما بعد ان احنا محاكم ونفقات يعني انا عايزه لكن ما قبل الطلاق ده اسباب كتير واختلاف وجهات نظر واللي خلاكي استحملتي فتره مش بتقدري تكملي تاني وكل ما بيعدي العمر الحاجات اللي بتقدري تستحمليها وانت صغيره مش بتقدري طبعا. فيعني اسباب يعني كتير بتبقى اللي انفصلتي فيها ففي حاجات كتير بتظهر مع تقدم السن وفي طبعا. حاجات كتير انت ما بتبقيش واخده بالك منها بتاخدي بالك منها وفي حاجات بتتغاضي عنها وبعد كده ما بتقدريش تتغاضي فالاسباب كتير يعني تقدري تعددي كل عددت الاسباب بالظبط كده وكل واحد مختلف عن التاني طباعه واتجاهاته وحاجات كتير قوي. وانت كأم اكيد حاسه ان الوضع بالنسبه لك مختلف ان الفتره اللي انت ربيتي فيها شباب وكانوا في سن حراجه وكانوا المفروض ان الاولى بالتربيه في الوقت ده هو الاب انت قمتي بالدور ده فاكيد الحمد لله اكيد بالدور تمام يعني الحمد لله وهم يعني بيشهدوا بكده وانا بيلوموني بيقولوا لي انت ايه اللي خلاكي تقعدي كل الفتره دي يعني لما بيسمعوا ويشوفوا حكايات ويشوفوا الوقائع بيقولوا لي انت ازاي تستحملي كده عشان موضوع اولويات فيعني الحمد لله ربنا قدر الواحد واحنا بنتكلم في نقطه معينه يا ريت اتمنى انها تتحل بجد ان شاء الله. هنرجع تاني لحته القانون يا استاذه منى. انا بس حابه ارد عليه في حاجه صغيره جدا معلش اتفضلي. هو بيقول في الحياه الزوجيه دي قبل ما انت تتجوزيه زي هو ما بيقول هو صرف عليكي قبل ما تتجوزيه لا لما عشتي معاه وحسيتي ببخله ده سبب كافي جدا ان انت تتطلقي. قبل ما تتجوزيه اتعاملتي مع اهله دخلتي في الاسره ودخلتي في اعماق العيله لا ده سبب كافي في تدخل الاهل في حياتك كلها وان هم مش حاسين ان انت عايزه استقلاليه تامه عايزه حريه عايزه في وسيله يا منى ان انت تعرف توصلي لحل وسط مثلا بعيد عن تدخل الاهل اكيد انا بقول لك انا واحده معايا توينز
ما عنديش لا اب ولا ام يساعدوني او يدعموني، اخواتي ربنا يخليهم لي، بس ما فيش اب ولا ام يدعموني، فما فيش اي عقليه تخليني ان انا اتطلق. تطلقي ليه الا لما يكون في سبب كافي، واستعملتي كل الطرق ودخلتي ناس وحكم من اهله وحكم من اهلي، خدتي كل الوسائل الممكنة. والله كل الوسائل علشان حتى التوأم دول انا مش هقدر. يتربوا مع باباهم يتربوا مع باباهم ومامتهم طبعا اكيد طبعا. ففي اسباب كتير يعني. هرجع لك تاني في الاسباب، لان انا هسالك سؤال مهم جدا استاذه حليم. لو حبينا نخرج من الحلقه دي ان انت عايزه حاجه من الدوله، ايه اللي انت عايزاه من الدوله؟ اولا تدي للاولاد، مش هتكلم عن الام والاب، الاولاد حقوقهم كامله، الولد يعيش ومستوى نفس المستوى اللي هو عايش فيه، يعني القاضي هو بيحكم او خبير الشؤون الاسريه اللي بيحكم في نفس المستوى مش اقل منه، يعني هو يقيس على نفسه هو بيصرف في بيته اللي هو حكم بيه. زي ما منى قالت ان اثناء الفتره اللي هو يعني اللي كان تم يعني كان فيها انت ساكن في شقه بملايين تحكم لي ب 300 جنيه على اي اساس؟ انت بتحكم على اساس ايه؟ طيب يبقى النقطه الاولانيه اللي احنا بنتكلم فيها ان الدوله تدقق في الدخل بتاع الزوج علشان تعرف تحكم بنفقه كويسه. ايه تاني؟ لا تهيئ بقى كل حاجه للولاد، مصاريف مدرسه ونفقات ما دي ومستوى اجتماعي وكل حاجه النفقة. هي دي هو ده دور الدوله، والمده تبقى صغيره جدا، يعني هي الام منين هتقدر تصرف مدارس وجامعات؟ منين الدخل؟ افرضي واحده ما بتشتغلش يعني هي حكمت، الدوله حكمت عشان نحدد النقط اللي احنا عايزينها، الدوله حكمت بنفقه اوكي تكون سريعه في جداً التنفيذ جدا، يعني سريعه وجدا وقت في 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 الحال. وبرضو انا بقترح ان ساعه ما يعني موضوع ما بيتم الطلاق يبقى في بنود للطلاق زي بنود الجواز اللي هي زي ال 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 الصرف يعني لما هو بيستلم وثيقه الطلاق او هي تمضي عليها ضروري يلتزم في ساعتها، وتبقى حاجه حنونة. ملزم جدا وقدام كل الهيئات وقدام كل اللي ممكن يقف قدامهم. طيب استاذه منى اتفضلي. برضو بصفتك محامية وأم طبعا، قبل ما تكوني محامية إيه التعديل اللي بتتمني إن هو يتوجد في بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية؟ بنك نصر النفقة اللي بنصرفها من بنك نصر تتعدل وتبقى النفقة اللي مكتوبة في الورق. الأم لو محكوم لها ب 2000 جنيه تاخد ال 2000 جنيه من بنك نصر، وبنك نصر اللي يرجع على الزوج أو الأب. إحنا مالناش دعوة، إحنا لينا دعوة إن إحنا ناخد النفقة اللي محكوم لينا بيها. مش من حقنا إن إحنا ناخد من بنك نصر 500 جنيه ونيجي نرفع قضية تاني عشان ناخد الباقي تاني. والقضايا هلم جرة بس كده. فدي اللي انا بتمناها دلوقتي فعلا، لو اي مسؤول ينفع يعدل قوانين الحد الاقصى بتاع بنك ناصر يبقى يا ريت، ويخدم الام المعيله جدا جدا، وساعتها هي مش هتشتكي من حاجه لانها بتحكم لها بنفقه حتى لو هتمشيها على قد ظروفها وعلى قد الحياه اللي موجوده. تحبي تقولي ايه لاولادي كمان؟ ربنا يخليكم ليا والله، يعني دول اكبر هديه الحمد لله، ربنا رزقني بيهم، انا بحبهم جدا وهفضل لاخر نفس لاخر نفس طول ما فيا صحه ان شاء الله، مش هخليهم محتاجين اي حاجه خالص ان شاء الله. تحبي تقولي ايه لاولادك يا هديل؟ طبعا هم دول نور عيني، هم دول فعلا الكنز اللي انا طلعت بيه من الدنيا، والحمد لله ربنا يعوضني فيهم يعني واشوفهم احسن الناس والحمد لله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، من قلب الحدث انا مش عارف اقول حاجه اكتر من اصحاب المشكله اللي عرضوها، ومطالبهم بسيطه جدا جدا، سرعه تنفيذ القضايا، لم القضايا كلها في حاله واحده، المصاريف اللي بتصرف او النفقه اللي بتاخذ من بنك ناصر يكون فيها الرمق شويه علشان عشان المصاريف، ربنا عالم بالمسؤوليات والمصاريف اللي الام بتتحط فيها، الام بتتنازل عن كونها انثى عشان تبقى الاب والزوج والدكتور والمعلم وادوار كتيره قوي قوي بتهيئ نفسها ان هي تعيش فيه. هكرر على كلامي تاني، احنا البرنامج بتاعنا محايد وحق الرد مكفول للازواج، وان شاء الله احنا هنفصل بس الحلقه اللي جايه باذن الله بمناسبه قدوم السنه الجديده ان شاء الله، ربنا يجعلها سنه سعيده على الجميع، وهنتواصل مع بعض في نفس الموضوع للي حابب ان هو يتواصل معايا من الازواج في حلقه باذن الله تانية. انا اشكركم جدا، اشكرك يا منى قوي وبالتوفيق ان شاء الله، ربنا يخليك. اشكرك يا هديل وربنا يعينك وتفرحي باولادك ان شاء الله، واشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية من برنامج أيامنا الحلوة.